صعد إلى مسرح حفل تامر حسني الأخير الفنان ماجد المصري ليشارك تامر الغناء، حيث غنى سوياً أغنية أم أف وسط صيحات الجمهور بالصالة المغطاة باستاد القاهرة، ولقى الديو بينهما استحسان الجمهور. وغنى تامر بالحفل عدداً من أغنياته، منها يانا يا مفيش ورجعلي وبعيش وحضن الغريب وكل اللي فات وأنا بابا وغيرها من الأغنيات التي يحبها الجمهور. وحشني صوته ولمسته وسكوته وكلامه وتفاصيل كتير قوي حلوة بينا في أيام، ده هو اللي كان في حياتي أقرب حد ليا، كان الأمان دايما لقلبي والعناية، الدنيا دي بنت لذينة عمالة بتخبط فينا، وفي ايه هنعمل بايدينا؟ طب نعمل ايه؟ انسان حلمت ببكره معاه ورتبت نفسك كده ويا، وفي لحظه بقى مش من حقك تسال العالم.